السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا راح نتحدث اليوم عن طريقة إخفاء رقمك في بروفايلك في الفيسبوك، وكذلك إخفاؤه من نتائج البحث. في البداية نضغط على 3 شخطات هذه في الزاوية العليا اليمين لإظهار القائمة في برنامج الفيسبوك في جهازك، ثم بعد ذلك ننزل إلى أسفل القائمة إلى إعداد الأكاونت سيتينج. هذا هو الإعداد كما تلاحظون، ندخل عليه ثم بعد ذلك ندخل إلى جنرال، عفوا بريفسي، هذه هنا الخصوصية، طبعا كما تلاحظون هنا الخيار هذا هو من يستطيع البحث عنك من خلال رقم الهاتف. كما تلاحظون تدخل عليه الخيار قبل الأخير، تجعله هو هنا everyone يعني الجميع، تجعله friend، إذا لا يستطيع البحث عن أحد. إذا وضع رقم هاتفك في الفيسبوك وضع بحث، فلن يظهر بروفايلك إلا هذا الخيار كما ذكرت لكم. طبعا الآن بالنسبة لإخفاء نرجع إلى القائمة الأساسية، هذه هي من القائمة من الـ3 نقاط في الأعلى، 3 شخطات. الآن لإخفاء رقمك في بروفايلك في الفيسبوك، طبعا ندخل إلى هذا هو الخيار Privacy Shortcut، اختصارات الخصوصية، طبعا بعد ما ندخل إلى الخيار تضغط على أول خيار هو اختبار الخصوصية Privacy Check Up، هذا هو أول خيار، ثم تضغط Continue، طبعا تضغط Next في الأعلى في الزاوية اليسار. كما تلاحظون هنا الفون نمبر، الخيارات بجانب رقم الهاتف، تستطيع أن تجعلها مثلا عام فيظهر للجميع، أو فريند يظهر رقم هاتفك فقط لأصدقائك، أو تعملها only me فلا يظهر رقم الهاتف في بروفايلك، فقط يظهر لك أنت فقط، ثم تضغط على next مرة أخرى. طبعا الصفحة الثالثة هذه هي التطبيقات التي تستطيع الدخول إلى حسابك، كما تلاحظون يظهر لك كل التطبيقات التي تستطيع الدخول إلى حسابك. لحذف هذه التطبيقات تضغط على إشارة الضرب جنب أي تطبيق ثم ديليت آب. كما تلاحظون مثلا أريد أن أحذف هذا التطبيق، طبعا ثم نضغط نيكست في الأعلى مرة أخرى في الزاوية اليمين، ثم تضغط كلوز هذه بالمربع الأزرق. طبعا هذا كل شيء، الآن أخفينا رقمنا من البروفايل رقم الهاتف، كما لن يستطيع أحد البحث عن بواسطة رقم هاتفي فيظهر له بروفايلي. هذا كل شيء بالنسبة للشرح، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.